هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة هيبقى عن مشتريات متنوعة للعناية بالبشرة والشعر، فلو مهتمين كملوا الفيديو للآخر. أول منتجات اشتريتها يا بنات وهي منتجات للعناية بالشعر. اللاين ده نازل جديد من الفيف، الشامبو والبلسم المفروض ان هما بالهيالورونيك اسيد، والهيالورونيك اسيد ليه فوائد كتير للشعر، فالمفروض ان هما بيرطبوا الشعر، بيعالجوا التساقط، الحاجات دي كلها. فاتحمست ان انا اجربهم، لان انا اصلا بحب جدا جدا منتجات الفيف، خصوصا الشامبو والبلسم، لان ريحتهم دايما بتبقى حلوة وبيرطبوا فعلا الشعر، والنتيجة بتاعتهم بتبقى حلوة جدا. يعني انا كتير جدا كلمتكم اصلا عنهم، اللي هو بزيت الجوجوبا واللي هو بزيوت مختلفة، برضو جربته قبل كده والاتنين كانت النتيجة بتاعتهم حلوة جدا معايا، فأنا مش بتردد ان انا استخدم منتجات الفيف. فحبيت ان انا اجرب اللاين الجديد اللي منزلينه. مبدئيا الريحة بتاعته حلوة جدا، مكتوب عليه انه للشعر الجاف والتالف، فالمفروض ان هما هيرطبوا الشعر، فمتحمسة ان انا اجربهم، فهجربهم وهقولكوا رأيي فيهم. كمان اشتريت للشعر يا بنات الزيت ده، زيت بذور العنب، بعد ما شفت عنه ريفيوهات حلوة جدا وقريت فايده للشعر ان هو بيعالج تقصف الشعر والتساقط، وتقريبا بيعالج كل مشاكل الشعر، فاتحمست جدا ان انا اجربه. طبعا هو ينفع تستخدميه للبشرة او للشعر، بس انا مش بحب استخدم الزيوت لبشرة الوجه خالص، لانها ممكن تعمل حبوب تحت الجلد، فمش بحب استخدمها، فاشتريته علشان استخدمه للشعر. بس للأسف لقيته بصعوبة شوية، لأنه تقريبا كان خلصان من أماكن كتير، فلقيته من الماركة دي اسمها تقريبا إليكسر، فاشتريته تقريبا سعره كان في حدود 60 أو 65، وحجمها صغير مش كبير، حجمها 60 ملي. بعد كده يا بنات اشتريت جل الصبار ده من أفريكانا. أنا مش بستغنى عن جل الصبار ده، بالنسبة لي حاجة أساسية، بستخدمه في ترطيب بشرتي أو بستخدمه وأنا بعمل شيفينج، بيبقى حلو جدا. كمان ممكن أعمل بيه وصفات للشعر، فهو بيبقى دايما عندي. في العادي بستخدم جل الصبار من نفرتاري، النتيجة بتاعته حلوة جدا، وسعره رخيص مش غالي، في حدود 70 جنيه، والكمية بتاعته برضو حلوة، بس هو خلص من عندي وبقالي فترة طويلة بستخدمه، فحبيت ان انا اجرب نوع جديد، فاشتريت النوع ده من افريكانا زي ما قلتلكو. جل الصبار ده يا بنات معاه زيت شجرة شاي، فده حمسني اكتر ان انا اجربه، لان زيت شجرة الشاي بيمنع ظهور الحبوب في البشرة وبيبقى ليه فوائد كتير للبشرة، فاتحمست ان انا اجربه. اشتريته من صيدلية، سعره تقريبا كان في حدود 80 أو 85. بعد كده يا بنات اشتريت اللوشن ده من جلايسوليد، دي مش اول مرة اجربه، استخدمته قبل كده والنتيجة بتاعته عجبتني قوي، فحبيت ان انا ارجع استخدمه تاني. سعره في حدود 40 جنيه، حجمه 200 ملي، ريحته هادية قوي وناعمة. كمان اللي هو للبشرة الحساسة ده ريحته جميلة جدا وخفيفة، الملمس بتاعه خفيف جدا على البشرة، بشرتك بتمتصه بسهولة جدا، مش بيسيب طبقة دهنية على البشرة خالص ولا بيلزق، بشرتك كمان بتمتصه بسرعة قوي، فهو مناسب للصيف وللحر، فالنتيجة بتاعته بتبقى حلوة قوي، فده جربته قبل كده والنتيجة بتاعته جميلة جدا، لو عايزين تجربوه. من منتجات العناية بالبشرة اللي اشتريتها كمان يا بنات الماسك ده من بوبانا، ماسك الحليب، دي مش اول مرة جربه، جربته قبل كده والنتيجة بتاعته كانت كويسة معايا، فحبيت ان انا ارجع اكرره. ده طبعا الشكل الجديد بتاعه اللي منزلاه شركة بوبانا، الشكل القديم مختلف عن ده تماما، فده الشكل الجديد، المفروض انه بيرطب البشرة وبيفتحها. النتيجة بتاعته في التفتيح ضعيفة شوية، لكن النتيجة بتاعته في الترطيب عجبتني جدا جدا، لما كنت بستخدمه كان بيرطب البشرة جدا، لو بشرتك فيها جفاف او فيها احمرار هو بيرطب البشرة حلوة قوي وبيهديها، فحبيت ان انا ارجع استخدمه تاني. سعره رخيص مش غالي، في حدود 30 أو 35 بالكتير، وبتلاقيه متوفر في الصيدليات او في محلات ادوات التجميل، بيبقى متوفر بسهولة قوي. اخر حاجة اشتريتها يا بنات وهي زيت جونسون للاطفال، انا ده مش بستغنى عنه خالص، من الاساسيات عندي، بستخدمه لترطيب بشرة الجسم او اثناء الشيفينج برضو لبشرة الجسم، النتيجة بتاعته بتبقى حلوة قوي، هو ملمسه خفيف مش تقيل، كمان الريحة بتاعته خفيفة جدا برضو وناعمة، فانا بحب ريحته جدا.
سعره رخيص مش غالي، الحجم الصغير ده سعره تقريبا بقى ب 27 او 28، وبتلاقيه متوفر في كل الصيدليات، وبيبقى فيه منه الوان مختلفة، بس بيتهيألي ان الروايح كلها في الاخر بتبقى مقاربة جدا لبعض، مفيش اختلاف ما بينها. فده كان اخر حاجة اشتريتها، وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة، واشوفكم على خير في فيديو جديد.